مرافقة وتأطير حاملي المشاريع لإنشاء مؤسسات مصغرة ومبتكرة في مجال صيد البحر وتربية المائيات هو ما اعتمدته الوزارة الوصية بالتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الناشئة من خلال التعريف بمختلف التسهيلات ونوعية المرافقة المقترحة لهذه الفئة من الشباب. ركزنا أيضا في هذا المنهج الجديد أن التعطير يكون أكثر تقني خبراتي من مكاتب دراسات من هو إداري، يعني نشجعه في نفس الوقت جانب إنتاجي، جانب أيضا تحويلي، جانب خدماتي، جانب تسويقي، باه يكون السلسلة تكون كاملة وفي نفس الوقت تخدم مع بعضها. فوند غارونتي الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولات من الأسبوع اللي فات بدأ في الاندمنيزاسيون، يعني في تعويض البنوك وفي الأخذ بيد هذه المؤسسات اللي تعثرت سابقا. راح يكون فيه تمويل مؤسسات جديدة وعدد المؤسسات المستفيدة في هذا القطاع ليقل عن 1200 مؤسسة. إذا كان فيه مؤسسات اللي راهي عندها مشاكل اليوم خاصة بعد جائحة كورونا، نتمنوا أنه الأسبوع القادم إن شاء الله والله اللي بعده على أقصى تقدير تبرمج كل هذه المؤسسات في اللوفون. مقاربة جديدة لإنشاء مشاريع لفائدة الشباب الراغب في الاستثمار مع تطوير كل الخدمات ذات الصلة بالقطاع، وذلك لدعم وتنمية المقاولاتية على المستوى الوطني. نسينا من السلطات المعنية تدعم الشباب وتزيد توجههم وتأطرهم أكثر باش يكملوا المشاريع تاعهم ويكونوا مشاريع ناجحه باذن الله. تم وضع فيه لجنه ولائيه بها اسم خاليه محليه ومشكله من مختلف الخبراء والمختصين في مجالات الصيد البحري وتربيه المائيات كمرحله اوليه حتى تعالج لجنه التمويل والتاكيد على المشاريع مشاريع ذات نجاعه. ولتاسيس بيئه مناسبه للمشاريع ومرافقتها تم تنصيب اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بمتابعة دعم وتنمية المقاولاتية في نشاط الصيد البحري وتربية المائيات.